أهلا بكم. الحزب الديمقراطي الكردستاني يعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية في كردستان ويهدد بالانسحاب من العملية السياسية في العراق. المرشح لمنصب محافظ ديالى علي خوام التميمي يعلن تقديم أول دعوى رسمية أمام محكمة القضاء الإداري لحل مجلس المحافظة. رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني يتلقى دعوة لحضور قمة الطاقة النووية التي ستعقد في بروكسل في شهر آذار الحالي. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول يؤكد إرسال لجان فنية وعسكرية لدول عدة لشراء أسلحة مقاومة الطائرات. وزارة النفط تقرر خفض صادرات العراق النفطية للأشهر المقبلة لامتصاص الزيادة المسجلة في شهري كانون الثاني وشباط الماضيين.